ممثل معروف وشقيق وزير مالية مصر الأسبق في قضيتي تهريب آثار مصرية للخارج والمعروفة إعلاميا باسم الحاوية الدبلوماسية. في هذه الفقرة نستعرض مع ضيفي بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ملف آثار مصر المهربة للخارج وآلية استردادها. أهلا بك أستاذ بسام. في البداية يمكن السؤال الأبرز اللي الكل فضل يفكر فيه، إزاي الآثار دي بتخرج مصر بعد ترسانة القوانين الموجودة حاليا؟ أول حاجة يا فندم، في مشكلة كبيرة بتواجه الناس اللي بتتبع سواء كانت وزارة الآثار بالقسم بتاعها اللي أنا بضرب له تعظيم سلام، بالمناسبة الراجل معروف عنه أنا ناقد، لكن بضرب له تعظيم سلام اللي هو بتاع الآثار المستند. شغالين كويس السنين اللي فاتت. في مشكلة، من الممكن أن ضعيف النفس هذا يكشف عن أثر داخل منزله أو في الأرض بتاعته، ولا يعلم أحد عن هذا الأثر شيء. محدش عارف إن التمثال بتاع رمسيس الثاني اتوجد في الحتة الفلانية في القارة الفلانية مثلا، ويتم اخذه وبيعه عن طريق السمسار، محدش يعرف. والسمسار يبيعه للكبير، اللي هو الكبير اللي هو رئيس العصابه، اللي انا تملي كنت بقول احنا طول عمرنا كنا بنقبض على الـ40 حرامي، عمرنا ما عرفنا مين علي بابا. الحادثه الاخيره دي كانت عجباني جدا، لان احنا عرفنا علي بابا. على علي بابا بقى، او يعني الناس اللي ماسكه الامن في هذه القصه. عندنا مواني زي ميناء دمياط، اكتر من مره سمعنا عن القبض على، يبقى اذا الامن يعمل. طيب عندما تخرج حاويه بهذا العدد، اصل دي 30,000 قطعه نقديه وبعض التماثيل عدد كبير جدا، ازاي خرجت من ميناء مصر؟ هو ده السؤال بتاعنا، سواء كانت شنطه قد كده. يا فندم في التحقيقات دي كلها، ازاي كل الكميه دي خرجت من مصر؟ والغريب يا فندم برضه، مين ملهاش تالت يا فندم؟ الاثار المستردة بحسب تصريحات الوزاره ليست من مفقودات مخازن او متاحف وزاره الاثار. ودي جمله انا توقفت عندها كتير. انا هقول لحضرتك ايه؟ القصه اللي احنا كنا بنحكيها بتاعت ان الاثر بيوصل عن طريق السمسار وبعدين المافيا الكبيره وبعدين بتبيعها ويوصل للخارج، دي الاثر ده يا فندم لم يعلم عنه من اول ما اكتشفوا هذا ضعيف النفس لحد ما اتباع الناحيه الثانيه بره مصر، محدش يعرف عنه لانه غير مسجل. وزاره الاثار لم تسجله، ما حدش يعني عارف عنه حاجه. يعني في حد نقب وحد شال وحد حط وحد اتفق كل ده، ومفيش اي خبر عند الجهه المنوط بيها انها تسجل الاثر ده. لو الاثر ده اتسجل انتهى، مفيش بني ادم هيجرؤ ان هو يطلعه لا في مزاد ولا في بيع ولا في عرض ولا في اي حاجه. فاكر حضرتك تمثال سخمكة؟ سخمكة خلاص، ده سخمكة دي كانت حاله، وزي ما احنا سميناها وانا سميتها تيرنج بوينت في تاريخ بيع الاثار. ليه؟ لان احنا وصلنا في يوم من الايام، حضرتك بتستغربي على واحد يكون مثلا ممثل ولا حد من عائله لها اسم او صيد او اخو وزير اسبق او وتعالي اتفرجي على متحف بيبيع اثار. وصلنا الى مرحله مش كارثيه، متحف عايز يزود كوريدور ولا انكس ولا اضافه للمتحف معهوش فلوس، يلا نبيع اثر مصر. وليه تملي اثر مصر؟ ليه تملي الاثر مصر هو اللي بيتباع؟ هو اللي هيجيب. المفترض انه في كل الموانئ بيكون في مندوبين للاثار، ولكن لا يتم وجودهم بشكل مستمر وبيتم استدعائهم في حالات الشك، هل ده صح؟ هل ده مظبوط في ظل التغطيات الكبيره اللي بقت موجوده دلوقتي؟ لما اعلن عن الضبط هذه الحاويه في ايطاليا في وقتها، خرجت يوميها في الاعلام وقلت لهم الناس دي العلماء العظام اللي بيبقوا قاعدين دول بيبقوا راصدين كل الحاويات اللي معديه، ولا بيطلبوا لما بيتشك في ان الحاويه دي فيها اثر؟ السؤال نمره 2، وده يجاوب عليه الناس بتاعه المواني. هل كل مراكب المينا بيتعمل عليها فحص عن طريق الاشعه او عن طريق كده؟ اتقال لي ان لا، مش كل المراكب في مواني العالم، يقول لك مفيش مينا في العالم تقدر تعمل تشك على كل المراكب اللي فيها. فانا راجل مش بشتغل في مواني، لكن دي تبقى كارثه. لان هل مندوب الاثار اسمح لي بيقدر يكتشف في لحظه ما يشوف الاثر اذا كان هو المفروض هو ده عالم اثار بالمناسبه، او عالمه اثار كل مندوب. وبعدين انت عندك سؤال تاني، متى كان ماشي الحقائب الدبلوماسيه بتتفتح وبيتشارك عليها وبيتعمل كل حاجه عليها؟ طب في وقت ما كانت الحقائب الدبلوماسيه يمكن قبل الثوره ولا حاجه ما كانتش بتتفتح، ايه الاخبار والكم اللي طلع؟ ولذلك انا بيعجبني قوي فكره يقول لك ايه، المعامله بالمثل. المعامله بالمثل،
يعني هو الناس الدبلوماسي، يعني حد كلمت الدبلوماسي اسبق بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه المعامله بالمثل، يعني لو انت خليتي الشخصيه الاجنبيه وهي طالعه من مصر تتفتش انت كمان تتفتش وانت قوي، وانا عندي ايه اخبيه؟ انت مش حضرتك بقى انت بتتكلم على الدبلوماسيين اذا كانوا يوافقوا ولا لا. طب بس خلينا في نفس القطعه، هرجع لنقطه اللي هو انه الاثار الموجوده او الاثار اللي تم استردادها ما كانتش من مفقودات مخازن او متاحف وزاره الاثار وغير مسجله. البعض قال انه لو ما كانتش القطعه دي مسجله بوزاره الاثار من الصعب الحصول عليها واعادتها مره اخرى. هو عدم التسجيل دي اشكاليه كبيره عالميه. طب ازاي رجعت الاثار ده؟ والرجل المسؤول في وزاره الاثار راح هناك، وعلى فكره البيت بيبقى فيها يعني بينه من كام سنه لو تفتكر كان في بين مصر والولايات المتحده، وطلعنا كلنا فرحانين قوي، وكان من ثمار مذكره التفاهم ده ان التابوت المذهب اللي كلكم فرحتوا كلنا فرحنا ان هو رجع من كام شهر، كانت دي نتيجه من النتائج. ولكن حجره الملك فاروق ما رجعتش دي. هنا علامه استفهام، هل الحجره خرجت من حديقه الحيوان ام لا؟ المتحف هناك كان هناك كان هل هي عصرية؟ ضيف قبل كده هنا في البرنامج وقال انه للاسف زوجة وزير زراعة سابق هي من اخرجت طيب انت عايزه الحل بتاعي كان يوميها ايه؟ يوم لما الموضوع ده لان احنا على الفيسبوك والصور ولميع واتعملت لوستر ومش عارف ايه، وانا قلت طيب دي القديمه ولا الجديده؟ احنا لسه ما تاكدناش على الاوضه دي بالذات، خلاص؟ كان حلي بسيط جدا، يا مدير المتحف او يا مدير حديقه الحيوان هات اعلام مصر والعالم كله دخله الاوضه، قول له بص الاوضه موجوده هي ما اتاخدتش، اللي بره ديت مستنسخ. لان الفرق ما بين المستنسخ في القديم، الفرق ما بين المستنسخ والقديم مش سهل انك تطلعيه. المتحف البريطاني قاعد عارض تمثال لتاتي شاري وهي حادثه شهيره في المتحف البريطاني، واذا دخلتي الان على بريتش ميوزيوم الموقع الرسمي هتلاقيهم كاتبين ان تمثال تاتي شاري اللي اتعرض الملكه المصريه الشهيره اللي اتعرض في المتحف البريطاني في لندن قاعد معروض مده وفي الاخر طلع فورج. حضرتك قلت انه بتمر بكذا مرحله الخروج، سواء التنقيب الغير شرعي، البقاء اللي هو الحاضنه ان انا اللي يمتلك الاثر يفضل موجود عنده الى حين يجي الشخص اللي هيقوم بتهريب او هيقوم بالشراء. طيب ليه التنقيب دايما مرتبط بالدجاليه؟ هل ده في حاجه في الثقافه الفرعونيه؟ هل الفرعون كان عامل سحر ما على مقابله؟ بصي المصري القديم وفكره اي تاثير من الاف السنين علينا الان يعني مرفوضه طبعا منطقيا وتاريخيا واثباتيا وتاريخيا عندنا والكلام. نمره واحد. نمره اثنين، ضعف النفوس في الناحيتين. انت النهارده بتروحي تقولي زئبق احمر وتبيعيه بكذا، فواحد بيامل ان الزئبق الاحمر ده يرجعه شباب تاني فيروح ويضحك عليه وحاجات زي كده، وتعالى لقينا تماثيل وبتاع. انا مره بهزر في محاضره من محاضراتي بقول لهم دول بعتوا لي انا على الموبايل بتاعي، تعالى في تماثيل لقيناها مش عارف ايه، تعالى خد التماثيل اللي هي اللي اصبحت نقطه وسط الشعب المصري العظيم. فقلت لهم اسكنوا، هم جالهم الجراءه ان هم يبعتوا لي انا الرساله دي، هم مش عارفين هم بيبعتوا لي. اخراج التمثال الاصلي من التمثال الغير اصلي او التقليد ده عايز علماء، ولكن في كثير من الاحيان الافلام الفيديوز اللي حضراتكم بتشوفوها على النت. طب هو يا فندم الافلام اللي انتوا بتشوفوها على النت دي، لا ده انا بيتبعت لي افلام يا جماعه واضحه قوي واضحه، ده للي ما يعني انا مش عارف. لا اثر اطلع الاثر في البدايه في التنقيب. تقفي الاثر بقى ازاي؟ فكره ان هو يجيب حد ويعذبه ويقرا وحاجات زي كده وانت على بعد 10 كيلو. انا كان ردي تملي على القصه دي رد عجيب قوي، بلاش نحط الرد التاريخي، احط لك الرد المنطقي. وده ليه مش سايق اغلى عربيه في العالم؟ ده اللي بيقول طب انا اروح اقرا لك ليه؟ طب ما انا اطلع، يعني لو انا عارف ان في ارضك في تمثالين، ما اجيش انا بالليل بقى لو انا بقرا وبطلع الذهب اللي في مصر كله، انا ليه مش اغنى واحد في العالم؟ طيب اخيرا، وزير الاثار قال قبل كده ان الاثار الاسلاميه جميعها غير مسجله حتى هذه اللحظه، وبتقع مسؤوليه تلك المساجد تحت ولايه وزاره الاوقاف، وبيحرسها تقريبا في الغالب غفير للحراسه يعني، مما يعرضها للسرقه. ده خلاني افكر، هو ده معناه انه قلعه صلاح الدين واللي موجود فيها جوه مسجد محمد علي، هل بتنقسم بقى ولا دي تكون تبع مين؟ هل تبع وزاره؟ انا اشكرك على هذا السؤال الاخير، وارجو في الثواني اللي متبقيه لي ابعت رجاء عبر البي بي سي، ارجوكم حلوا الاشكاليه اللي ما بين
مين في الاوقاف ومين في الاثار مسؤول عن كده. احنا وصلنا لمرحله مره ان كان في حته من سقف وقعت في اثر، فقال له القبه بتاعت ده لكن السقف بتاع ده، دي وزاره ودي وزاره. ارجوكم اقعدوا مع بعض اتفاهموا، مش هينفع كده، وارجو ان الاثنين اخر تجربه ليا مع وزاره الاثار وحصل رد كريم منهم ان في هذا الاحترام اللي كان بين وزاره الاثار ووزاره الاوقاف. عايزين اكتر؟ انا شخصيا بطالب باكتر. شكرا جدا استاذ بسام، شكرا جزيلا لوجودك معنا، والشكر لكم مشاهدينا الكرام. انتهت حلقه هذا الاسبوع من بتطبيق مصر، يمكنكم مشاهده الحلقه كامله على صفحه برامجنا بي بي سي عربي، ايضا يمكنكم قراءه مدونتي الخاصه بهذه الحلقه على صفحه بي بي سي. الشكر لكم مره اخرى، والشكر لفريق العمل لكم، تحياتي نسمه السعيد.